بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في حالة يعني الواحد بيش يشتري سيارة ولا بيش يشتري محرك ولا بيش يشتري كذا، كيفاش نعرفوا اللي هو المحرك هذا مفتوح أو فيه أو ممسوس أو معمول لحاجة أو يعني مصلح قبل أو معمول له يعني حاجة معينة مثلا؟ طب فما حاجات اللي يعني ممكن تصير تنفهمكم عليها لك عادية مش مشكلة. كيفاش نعرفوا؟ نعرفوا أولا عامل يخرج الباتجوان هذه البرة وتكون كحلة أصل يعني شكلها مش دورجين، تنوريكم الدورجين كيفاش تبدا شكلها كحلة هيك ومش دورجين، يعني الدورجين تجي بيضة أو قري. هذه مثلا هذا ممسوس الموتور هذايا نتاع بولو 5 إنما مصلح، شوفوا كيفاش أنا تلقى الجوانات كم تجبدها تجي معاك، مش يعني هو كله معمول جوانات حتى في الأصلي معمول، لكن مش بالطريقة هذه تلقاها معمول بطريقة يعني أصلية. شفتوا هناك ايش ملصق هنا بال ملصق هنا، شفتوا كاش هذا كل ما يعملوش في الاصل كي يبدا فما. اذا كان فما كاوتشو زي هذا ننصح، اذا كان فما هيك كاوتشو زي هذا او حاجه بلاستيك زي هذه ما تعملش معها الجوان هذا، ما يمشيش معها، تعمل تدهن المكان بشويه زيت ولا مش لازم حتى زيت، لا يعني متركب على طول، لان ما دام فما هذايا الكاوتش هذايا ما يحتاجش للبلاستيك هذا الحس للكول هذا، لان الكول هذاك يحتاج الا حاجه عاديه على طول كما الالمنيوم هيك، الالمنيوم على الالمنيوم او حديد على الالمنيوم، اما بلاستيك على الالمنيوم لا ولا على الحديد. في باش تعرفوا اللي هو محلول تلقاه هيك محلول من هنا، تلقى هذه من هنا تلقى هذه شفتوها كول ماهوش عادي، تشوف مش عادي، تشوف حاجات كيما هيك خارجه مش عاديه، يعني شكلها ماهوش اصلي، هو فيه كول حتى الجديد فيه كول لكن مش بالطريقه هذيك. نشوفوا الجهة الثانية من هنا مثلا، نجيو نلقوا هنا مثلا شفتوه هنا فما كول خارج، يعني يبدا بشكل مش عادي، يعني يلزمها هكا هذا ما تلقاش، تلقى كان يعني الاصلي فما الاصلي تنوريه لكم في المحركات الاصلية كيفاش يجي يعني شكله منظم هكا، يعني مهوش كما يجي هكا، هذه طالعة من هنا شفتوها، هذه طالعة من هنا زي ما طالعة كما تشوف فيها هكا طالعة على برا من هنا كيف مكان البنات تلقاه محلول، يعني تلقاه ممسوس مكان البنات كلها، فيما تلقاه مكان مفتاح، يعني في حالات يصلحوا هما البرة مش ما يصلحوش. تو مثلا اذا كان لقى مضخة ماء بالكول عادية، هذيك عادية مش مشكلة، لأنه ينجم يغير ممكن يغير مضخة ماء البرة مش قضية، نلقى ترموستات هذا بالكول مش مشكلة ممكن يغير ترموستات، نلقى يعني حاجات اللي هي معقولة، نلقى مثلا فلتر نتاع هذا السيبور نتاع فلتر ساعات يتكسر مش مشكلة، أما ما نلقاش غطاء نتاع شان هكا نتاع سلسلة بالكول، أو نلقى كيلاس أو غطاء نتاع هذا غطاء هذا ممكن يصير منه هذا كي مش مشكلة، أما فما حاجات كيما كارتير هنا كيما نص البلوك هذايا من هنا هذا كله ما لازمش نلقى فيه كول اللي هو مش أصلي، كول أصلي باش نوريه لكم في المحرك الآخر، يعني تبدا فيما حاجات معقولة وحاجات مش معقولة. هذه باش تعرف اللي المحرك ممسوس او محلول او معمول له حاجه. هذا شفتوه هنا الكول هذا، اما يجي منظم ما يجيش ملبس هكاك شفتوه، لابد من الكول، يعني هناك كيف تلقى حاجات اللي هي قاعده نظيفه وجديده مش ممسوسه، مثلا البنات مش محلولين فمش اثر مفتاح، يعني يبدا هنا مثلا الجوان يبدا هنا جوان عادي ماهوش ما فيش حاجه خارجه برا كول. شوفوا مثلا في البيجو شفتوا هنا في البيجو تلقى السيليكون انا ابيض وخارج البر اما منظم ما تلقاش داخل بعض، شفتوا هذا السيليكون هكاك زاد يجي في البيجو اما يجي منظم ما يجيش داخل بعض، اما لابد من لابد من الباتجوان هذه يسموها باتجوان، لابد منها هنا فما يسميها باتجوان فما يسميها سيليكون لابد منها، يعني ما فيش حاجه الا ما يكون فيها ما كانش ما يشدش، لان ما عادش يعملوا في جوان ما عادش يعملوا جوان ولا يعملوا طول الجوان هذه اللي كيما السيليكون على الحديد طول ما عادش فما الجوان اللي ركبوه، ها شفت واحد السيليكون منين خرج الجوان منين خرج منين يوصل يخرج من هنا من القبة هذه شفتوا شوفوا من قدام من هنا زي كيف هذا كمان هنا ها هنا شفتوا داير هذاك هكاك يجي دوريجين السيليكون نتاعو يجي دوريجين نسمى هذاك لابد من خاطر فما ناس تتساءل اللي تقول لك يعني نلقى فيه سيليكون لابد سيليكون هيك وقتاش ما تلقاش سيليكون في الجوانات كيما هيك كاوتشو
كاوتشو ما لازمش يكون في سيليكون، لازم يكون هكا كما هو هذاك، يجيش ما يجيش في سيليكون. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندنا هذايا محرك ار 21 او ار 25 او ترافيك او يمشي بعد انواع، حتى في الار زويت هذا في رينو 18 هذا محرك رينو 21 او رينو ترافيك او رينو 25، باش نعطيكم عليه بصه. هذا طبعا هذه مكان الحزام اللي هو الشان ديستريبيسيون تحت منه، حزام هذه شان كروا، هنا هذه البولي، هنا هذه نتاع المحرك، هذه مضخه الماء بومبو، عندنا هذه مكان الترموستات، عندنا هذه المكيف كيماتيزر المكيف، عندنا هذوما ديريتات نتاع الماء، هذه نتاع الكهرباء خيوط الكهرباء تمشي من هنا، عندنا هذه مضخه المازوت البومبريكسيون، عندنا هذوما شوفوا من هنا في مضخه المازوت تلقى هنا هذه كابل صغير وواحد معاه، هذا يتسمى ستارتر اوتوماتيك بالنسبه للكراهب المازوت لونسيان كاش كانوا عاملين لهم يمشوا بالهواء، ستارتر اوتوماتيك يتسمى. عندنا من هنا هذا يكون لك تيرم تاع الادميسيون، عندنا هذه عندنا هنا التيربو نفسه، هذا التيربو من هنا الجهه هذه فما كولكتور تاع شاكمون، فما مكان الفلتراويل، فما هنا يعني التيب نتاع الزيت للتيربو، عندنا منه اللي هو البوات الجير، هذه الجير هذه البوات هذه الحساس نتاع المارش الخلفيه، هذوما فيتاسات من تالي نتاع البوات، هذه تمشي خاطر 24 تمشي رينو 21 وتمشي رينو 25، هذه الفرشات نتاع المبرياج فرينو. من هنا هذا عندنا بلف التبخير، يعني عاملين له يعني حتى اذا كان يخرج الزيت ما يعني ما ما ما, ما, ما يضرش يرجع عاود يرجع للمحرك، في بلف التبخير نتاع لونسيان الريفلان نتاع لونسيان يعملوا كيما الصندوق نتاع الزيت، حتى كي يرجع الزيت يرجع للكارتير. عندنا من هنا نرجعوا لجهه البومبريكسيون، عندنا اربع انجكتيرات، هذوما يسموا انجكتير تسمى نوفو موديل بالفيتاج، هذوما بالفيتاج، وفما اللي هما بالكالا لونسيان موديل، هذا يتسمى موتور اخر موديل يعني في الار 21، هذوما في الار 25 وفي الرينو 25 تسمى اخر موديل، ويركب عده سيارات. هذه عندنا الشماعي تحت منه، البوجيات تحت منه، تحت الانجكتيرات الاربعه، طبعا تلقى فيها الكركوبه هذه معناتها كهرباء تيربو، ما تلقاش فيها هذه معناتها مش تيربو، هذه عندنا هنا لوطا الديمرير اللي هو ستارتر تاع التخدين، عندنا كما قلت لكم الشماعي من هنا، بوجيات شمعات، عندنا من هنا البومبا فيد اللي هي المضخه تاع الهواء للفرامل، هذه طبعا هنا الكراسي نتاع المحرك اللي هما سيبور موتور والبلوك من اللوطه، وعندنا الكارتير اللي هو خزان الزيت، عندنا يعني عدة يعني حاجات فيه اللي هما موردين في لونسيان وفي النوفو. تو باش نخدموه باش نوريكم شنو هو الحاجز فيه، هذا حساس الحرارة من الخلف، تو باش نخدموه، هاي جايك الخدمة، تو باش نخدموه باش نشوفوكم شمعتها موتور، شمعتها محرك يرنفل، شمعتها ما يرنفلش، شوفوك الأمور هذيك. عملنا خيوط نتاع الدمرير وعملنا خيوط المانو هذايا باش نجمو نخدمو، نسخنو شويه ونخدمو. شوف ما شاء الله لم على طول هو يخدم، سمعتها موتور ينفل ولا موتور يعني يخرج بابير ولا موتور ينفخ، هذه العمليه من هنا نجمو نشوفوه موتور ينفل ولا لا، يكون لازم يكون فما دخان من هنا، معناتها هذا موتور ما ينفلش ما ينفخش، هذا نجمو نشوفوه من هنا، ونجمو نشوفوه من بلف التبخير من هنا، نجمو نشوفوه من بلف التبخير من هنا، هذا كيف كيف موتور ما ينفخش لا باس، ونجمو نشوفوه من الجوج زاد من خزان من هنا من القياس تاع الزيت، طبعا التيربو نتاعو يمشي لاباس عليه. يعني موتور ممتاز، هنا حساس الحرارة يجي من قدام، واحد من الخلف واحد من الأمام، هذاك الخلف يمشي للستارتر وهذا الأمام يمشي للساعة، طبعا
طبعا مكان الترموستات والامور هذيك باهي، السلطه باهي، ارطب نظيف ما شاء الله عليك. ان شاء الله تنفعكم الحديث هذه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.